السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. واضح الآن دي مستورة يأتون ومالك هذا الجزائري يأتي يقول أتى دي مستورة وانتم قلتوا أن كذا. يا أخوة الكرام، قضية الصحراء الدبلوماسية المغربية كانت ذكية جدا ومتمرسة جدا. أنتم في واد وهذه الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية في واد آخر يعيشون عيشة كريمة وتحت سيادة دولة تحمي مصالحهم وتمثلهم خير تمثيل، وفي الأخير هم كلهم مسلمون. المغرب أوجه رسالة واضحة بالتعاون كما وجهها رئيس ديال اللي في دولة الغابون نغينما، اللي وجه رسالة واضحة أنه هنا ما تبدلت شي حاجة، بالعكس جاب التريه ديال مكناس وداير فيها الله الوطن الملك، يعني رسالة وحط وراها الخريطة ديال المغرب كاملة. يبدو أن الهدف أنه لا يوجد حل، وعندما يتحدثون أن عندما يقول المغاربة مثلا أن بالنسبة لهم القضية محسومة وأنه يجب فقط حل سياسي داخلي، يقولوا أنتم الجزائر أنتم تحلمون، يعني وكأنها كارثة في الجزائر، يعني كيقولوا أنتم تحلمون، هذه أوهام. طيب نأتي إلى الواقع، من الذي في أوهام؟ هي أرض كانت تحت يد المستعمر الإسباني سنة 75 إلى حكم النهاية 75. اليوم هذه الأرض تحت الراية المغربية منذ ما يقرب 5 عقود بجميع ما تحمل الكلمة من معنى. من يعيش إذن في الأوهام؟ هل يعيش في الأوهام الذي منذ 1975 كان يريد قيام دولة هناك وكان يريد ويريد، أم الذي استلم الأرض وتمكن فيها ونماها ويوما بعد يوم يبسط عليها سيادته؟ إذا من يعيش إذا أخذنا 75-2024؟ من يعيش في الأحلام؟ من يعيش في الأوهام؟ يعني الأمور تكون واضحة. أنتم من يعني تريدون أن تبقوا في فترة قد مضت، في أمة قد خلت. يا إخوة الكرام، الملف أدخلوه المعنيون أي المغرب آنذاك وموريتانيا في الأمم المتحدة، وهم من أرادوا لإخراج فرنسا وطالبوا بحق تقرير المصير، وهم من كافحوا حتى تبقى القضية في اللجنة الرابعة. وقطعا أن في هذا الملف الأطراف تم تحديدها في هذا الملف منذ بدايته، والأطراف منهم هناك مستعمر يدعى المملكة الإسبانية، وهناك آنذاك أطراف معنية وتدعى المغرب وموريتانيا. لأننا نتحدث عن ستينات، البوليساريو ليست موجودة، بوليساريو ستأتي 10 سنوات بعد ذلك. يعني أن الملف بدأ تداوله في اللجنة الرابعة سنة 1963، البوليساريو ستأتي سنة 1973، يعني 10 سنوات بعد ذلك. وبالمناسبة لم تكن هذا الملف يقتصر على الصحراء الإسبانية أو الصحراء الغربية، كان يدعى دائما منذ 1904 بدأ خروج القرارات 64 65 66، كل سنة يخرج قرار. القرار يعني دائما ملف لا كيسيون ديفني دي ساغا اوكسيدونتال، يعني ملف إفني والصحراء الغربية. وتم بفضل التداول وكذا حل مشكل إفني، وبقيت الصحراء الغربية طبعا نتيجة لتعنت المستعمر ونتيجة لأهمية الاستراتيجية والجغرافية والاقتصادية للصحراء الغربية، وتعنتت إسبانيا وحاولت بجميع الطرق أن تحافظ عليها، وواجه آنذاك المغرب وموريتانيا والمستعمر تم إخراجه. إذن تصفية الاستعمار، رغم أن الملف، شوف لا تلعبوا على عقول الناس، رغم أن الملف
في اللجنة الرابعة والمتخصصة في تصفية الاستعمار وفي الأقاليم الغير متمتعة بالحكم الذاتي، إلا أن الاستعمار تم تصفيته بخروج المستعمر وبوصول الأرض إلى من يطالب بها، إلا أن الإجراءات القانونية استغلها البعض لأن يدخل عنصرا آخر هو جبهة البوليساريو ويدخلنا في مرحلة حرب، ليتحول النزاع من تصفية استعمار إلى نزاع إقليمي. وهذا هو الذي نشرح للناس بالأدب وبالاحترام وبالعقل وبالقانون وبالتكييف القانوني، نشرح لهم الأمر تكبيس يا أخوة الكرام، تكبيس، نشرح لهم الأمر بالقانون وبالكيس وكل. ولذلك القانونيين والمختصين المتوجهين في الأمم المتحدة لن تجد اليوم في قرارات الأمم المتحدة لا أرض مستعمرة لا مستعمر ولا تصفية استعمار في القرارات، ولكن ستجد نزاع حرب، نزاع في إطار ملف الصحراء، ستجد أطراف في هذا النزاع. بينما كل القرارات اللي كانت في عهد المستعمر كان يقال للمستعمر أنت مستعمر الذي يدير الأرض، يجب أن تدخل في مفاوضات مع المعنيين بالأمر. هل اليوم في القرارات يقال يتم التحدث مع المملكة المغربية كمستعمر يجب أن يدخل في مفاوضات مع المطالبين بالأرض؟ لا، بل على العكس، هو تم تكييف الملف على أنه نزاع إقليمي، ولذلك تجلس فيه موريتانيا وتجلس فيه الجزائر وتجلس فيه، يقول لبعضهم مراقبين، لا، هم معنيين، لم يكتب أبدا يجلسوا على أساس مراقبين، يجلسوا على أساس معنيين، معنيين بالحدود ومعنيين بالسياسة، لأنك أنت الجزائر على أرضك أنت من يوفر السلاح وكل شيء لجبهة البوليساريو. الجزائر ليست فقط مكانا للاجئين، لا، الجزائر تحتضن دولة، الجزائر تحتضن دولة، الجزائر تحتضن مقر حكومة هذه الدولة، هذا هل يمكن أن تنكروه؟ لا يمكن أن تنكروه. إذن دعونا على الأقل نتفق على التشخيص حتى نجد الحلول. المريض حل مشكلته وشفاؤه ودواؤه يبدأ بالتشخيص الحقيقي للملف. إذا أنتم تأتوننا الآن وأنتم متحجرون في قرارات السبعينات والملف تغير والجغرافيا تغيرت والتاريخ تغير، لتأتوننا الآن وتخاطبونا بهذا الكلام، وعندما تقولون في قرار 21 نوفمبر 34-37-1979 في قرار، يا أخوة الكرام، قرارات العشر سنوات الأخيرة، خلوكم على الأقل في قرارات العشر سنوات الأخيرة، خلونا على الأقل في قرارات العشر سنوات الأخيرة. هذا فقط من باب التكييف والشرح، لعل وعسى يسمعنا شخص واحد ويفهم من الأطراف الأخرى ويفهم لب الموضوع ويفهم لب الموضوع. يا أخوة الكرام، لا تعيشوا أنتم من لا يجب أن يعيش في الأوهام والخيال. أداة الاستفتاء، الاستفتاء ليس هدفا، الاستفتاء أداة لتصل إلى هدف معين، يعني آلية، ستام مويا pour atteindre un objectif، يعني أنه الاستفتاء هو آلية، هو أداة للوصول إلى هدف معين. هذا الهدف أداته لا تقتصر فقط على الاستفتاء، وإلا لن نجد حلا. الاستفتاء
العارفين بهذا الموضوع ومنهم الرئيس الموريتاني الراحل مختار ولدادة، قال أنه تقنيا لم يعد يمكن، أنهم سعوا له ولكن تقنيا لم يعد ممكن إنجازه، لم يعد ممكن إنجازه. والسبب نحن نعرفه، السبب أنك الأطراف لن تلتزم أبدا بأصول هذا الاستفتاء، لأن الكل سيحاول أن ينصر نفسه. إسبانيا أصلا 74 كانت تريد أن تنظم الاستفتاء، فغيرت من تركيبة السكانية إسبانيا هذه، وهي التي جلبت كثير من الأسر لا علاقة لهم بوادي الذهب ولا الساقية الحمراء، استجلبتهم في ظروف الجفاف ووطنتهم وأعطتهم الأموال واهمة هي على أنها ستنظم الاستفتاء وستضم الصحراء. ثم عندما وقع المشكلة كذلك الجزائر نفس الشيء، إلى حد الآن في آخر قرار للأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن الجزائر بفتح المخيمات من أجل الإحصاء. إذا لم تكونوا فتحتم هذه المخيمات لنعلم من موجود هناك لديكم، لا يمكن أن تطالبوا بالاستفتاء. إذا لم يتفق شيوخكم وشيوخ المملكة المغربية على تحديد الهوية لا يمكن أن يقع الاستفتاء. ولذلك الأمم المتحدة اقتنعت وطوت هذه الأداة، لم تعد حادة، هذا السكين للذبح لم يعد صالح للذبح، فتم طيه والتخلص منه. ولذلك لن تجدوا أبدا في أي قرار، ولكن سيقال لكم فعلا أن هذا الحق في تقرير المصير وهو الهدف. اليوم الأمم المتحدة تقول لكم هذه الأداة التي كنتم في البداية تريدون استعمالها لم تعد ممكنة، الآن اذهبوا إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق الهدف. فهمتوا يا أخوة الكرام؟ والله نجيب الخشيبات لهذوك اللي باهم الذين لا يريدون أن يفهموا الأمر، والله لقد بسطناه بما يمكن تبسيطه. تكبيس يا أخوة الكرام 100,000 ما وصلناها بعد، يعني الأمر واضح. الآن ديمستورا يأتون والمالك هذا الجزائري يأتي يقول له أتى ديمستورا وانتم قلتوا أن كذا. يا أخوة الكرام، قضية الصحراء الدبلوماسية المغربية كانت ذكية جدا ومتمرسة جدا، ومع الزمن استطاعت الدبلوماسية المغربية أن تؤطر ملف الصحراء، وهذا هو أهم شيء في الملفات. ما معنى التأطير؟ أن تستطيع أن تحدد حدود ما يمكن القيام به في إطار هذا الملف، لأن هذا الملف كان مفتوح وكذا. لا، المملكة المغربية اليوم استطاعت بدبلوماسيتها، أولاً من بين الأمور التي نجحت فيها المملكة المغربية أن تجعل من مجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة المخولة في إصدار قرارات فيما يخص ملف الصحراء، وهذا بحد ذاته تأطير، هذا تأطير. استطاعت المملكة المغربية أن تجعل أيضا أن هناك حلول، وضعت حلا واقعيا، لأنه عندما أقول واقع يعني يمكن أن تقيسه على حلول أخرى، يعني الحكم الذاتي، هناك دول تتمتع بالحكم الذاتي، دول تتمتع بالحكم الذاتي. إذا المملكة المغربية وضعت على الطاولة حلا براغماتيا واقعيا قانونيا وأدخلت. بقي الطرف الآخر متحجر لي كما قلت ذلك الحلول البائدة، أقول التي لم تعد قابلة ل يعني الإنجاز، بمعنى أنه يوما بعد يوم سينخرط
ستنخرط الدول في الحل الواقعي الذي أتى به المملكة المغربية، وستتملص من الحلول البائدة، لأن كل الدول ستقيم ستقول أنتم لا يمكن أن تبقوا في 50 سنة متمسكين ومتحجرين عند موقف أكل الدهر عليه وشرب ولم يعد واقعيا، لأن المملكة المغربية تمكنت من الأرض وتمارس سيادتها على الأرض. إخوة الكرام، أنا يفو بلوكي، هذا اللي كاتب لي بلوكي بالصينية، راني بلوكيتو، هذا اللي كاتب لي بالصينية بلوكيتو، يريد أن يطيح اللايف. يا أخوة الكرام، كبسوا دعموا، وأنا سينياليتو أيضا، سينياليت الله، سينياليت هذا السيد هذا. الآن المهم، إذن يقول يا أخوة الكرام، تكبيس يا أخوة الكرام، ودعمونا هذا اللايف فيما يخص، لأن الآن نأتي بالحقائق. إذن ديمستورا يا أخوة الكرام لا يمكن يعني أن يخرج من إطار معين تم تحديده من مجلس الأمن ومن الدبلوماسي، وممثل شخصي للأمين العام، ممثل شخصي للأمين العام. الأمين العام نفسه غوتيريس خرج قبل يعني السنة الماضية وسئل عن الوضعية الحقيقية للملف، قال لهم الملف نحن دورنا اليوم هو أن نحاول أن نحافظ على وقف إطلاق النار، أما الدور الثاني الذي لا ثالث له هو أن نحاول أن نقرب بين وجهة نظر طرفين، نقطة إلى السطر، ليس هناك شيء آخر. أتحداكم أن تأتوني، أن تذهبوا إلى تصريح غوتيريس في فرنسا أمام الجامعيين، عندما هناك شابة طالبة سألت وقالت له ماذا تفعلون الآن في هذا الملف الذي ليس له حل حتى الآن، وما هو دوركم الآن؟ قال لها دورنا يقتصر على نقطتين وهدفين، الأول أن نحاول أن نحافظ على وقف إطلاق النار، وقال لها شيئا ما تقع بعض الأمور، والدور الثاني قال لها نحاول أن نقرب بين وجهة نظر طرفين، الوجهة نظر الأولى وهي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والوجهة النظر الثانية هي التي قلت لكم منذ 75 أنه لا يجب الاستفتاء وكذا وكذا. وقال نحن دورنا اليوم يقتصر على محاولة تقريب وجهة النظر، وهو ما يقوله مجلس الأمن أن يدعوهم إلى الطاولة المستديرة لنرى كيف يمكن أن نصل إلى حل واقعي. أول شيء، ما معنى واقع؟ يأتي من الواقع، والواقع جلي، الواقع جلي، الواقع بيناه لكم من القرقرات ومن الداخلة ومن العيون. أنتم في زمن، وهذه الأقاليم في زمن أخرى، في زمن آخر. أنتم في واد، وهذه الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية في واد آخر، يعيشون عيشة كريمة وتحت سيادة دولة تحمي مصالحهم وتمثلهم خير تمثيل، وفي الأخير هم كلهم مسلمون، تشيد فيهم المساجد الكبرى، حتى في المعابر، حتى في المعابر هناك المساجد تعلى فيها كلمة الله، وتشهر فيها شعائر الإسلام. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ فلنترك عباد الله والمسلمين يعيشون بسلام تحت راية دولة ذات تاريخ، دولة إسلامية تاريخها يضرب منذ القرون، وهذا الشعب هو شعب يعني مسلم، شعب كريم، وحتى كل الناس يحبونه. إذا أردت تحب أن تكون موريتانيا اذهب وقل أنا، ستجد أبناء عمومتك هناك وستكون موريتانيا. إذا أردت أن تكون مغربيا ارجع إلى المغرب، ستجد أصولك وتاريخك محفوظا وتكون مغربيا. لماذا تريد أن تقسم البلدان وتجعلها دويلات ذات إيديولوجيات
لأن تحاربوا بها دولة أخرى مسلمة مثلكم. هذا الكلام يعني هذا الكلام واضح جدا. تفضل أنا روز. معنا هنا شاب. أهلا سابي طالب. و على كل حال شوف، أنا في الحقيقة كنت قد قررت أنني لا أدخل في سجال ولا نقاش مع إخوتنا الداعمين لجبهة البوليزاريو نتيجة قلة الأدب وقلة الاحترام والإساءة إلى الآخرين. أنا ليس عندي ضد، لست ضد أي جزائري ولا يعني من جبهة البوليساريو لا يوافقني الرأي والله يريد أن يجادلني أو يريد أن يناقشني أو يحاورني في نقطة أثرتها، ولا يزعجني أن لا يتفق معي وأن يكون له رأي آخر وأن يسعى إلى سياسة الجزائر في المنطقة. حتى نكون واضحين، هؤلاء الناس الذين يحاورون هم يحاورون لتطبيق سياسة الجزائر في المنطقة. وهل الجزائر دولة كبيرة وذات إمكانيات كبيرة ولها أجندة خاصة بها؟ يجب أن نفهم هذه الأجندة من بينها وهو الوقوف في وجه المملكة المغربية. هذه الأمور واضحة ليس فيها غبار ونحن نفهم ذلك. إذا لا داعي لأن نتلاعب. وأن أنا روز تفضل إذا كان عندك. سابي طالب تحياتي لك، شكرا على المعلومات وعلى اللايف. صراحة هذا الأسبوع لرمضان كان حافل بالأحداث. نعم. يعني كانت رسائل رمزية كبيرة من السنغال اللي عرف يشفرها. ما عرفت واش رديتي البال سابي طالب حتى الصورة اللي كانت بين السي الغزواني وسي بوريطا وأخنوش. نعم. كان فيها منشرح الصدر يعني. يعني شوف، هي صورة قليلة جدا، لم نرى أبدا رئيس موريتاني منشرح الصدر ويضحك ويعني بهذه الطريقة. وأنا نشرتها مرتين بالفيديو. نعم. وهم خارجون. نعم. يعني يتحدثون يعني كإخوة. نعم، على العكس الصور اللي شفناها فاش كان في الجاره. المهم انا نركز على المغرب اكثر، ما نحاولوش نديروا سميتو. لكن كانت رسائل مهمه، خاصه السي ابي طالب، انه الدوله الوحيده اللي تم الدعوه ديالها للتنصيب اللي ماشي مباشره من دوار الجوار هي الدوله المغربيه، ومع واحد الشخص اللي كانوا كيراهنوا عليه شي ناس باللي راه غادي يكون ضد المملكه. يعني هذه التجربه الثانيه من بعد الاحداث ديال الكابون، هما مازالين كيظنوا باللي المغرب راه كيدير علاقات مع الاشخاص. لا، يمكن تكون علاقات جيده بين الملك وشي اشخاص، مثلا مع صال ولا مع عمر، مع علي بونغو، لكن في نفس الوقت الدوله المغربيه لا تتدخل في الشؤون الداخليه وفي المشاكل السياسيه ديال الدول. هي كدير علاقات عميقة مع الدولة، عاد كتجي العلاقات ديال الأشخاص. لذلك شفنا الناس يراهنون دائما على هاد الأشخاص، وكأنه غادي يجي الرئيس باصيرو الجديد وغادي يتقلب على المغرب. ووجه رسالة واضحة بالتعاون كما وجهها رئيس ديال اللي في دولة الكابون نغينما، اللي وجه رسالة واضحة أنه هنا ما تبدلت حتى شي حاجة، بالعكس جاب التريي ديال مكناس وداير فيها الله الوطن الملك. يعني رساله وحط وراها الخريطه ديال المغرب كامله. اسمي كنشوفوا هنا كيفاش الرسائل كتوجه، وشنا طبيعه الحال السي بالمقارنه مع المشاكل ديال الجيران. شنا الدبلوماسيه المغربيه كيف نشيطه، الدبلوماسيه الدينيه، شنا مثلا افتتاح ديال المسجد في غينيا كوناكري، افتتاح ديال المسجد في الكوت ديفوار. يعني المغرب كيتجه لتعميق العلاقات ديالو مع افريقيا ومع العمق الافريقي ديالو، وشفنا خطوات اللي كتجه في هذا الاطار هذا القضيه صفر مشاكل وتطوير العلاقات. وكان واحد ما عرفتش واش رديتي ليه بالا السابي طالب، واحد الخبر خرج على كينيا، كانت الزياره ديال وزير الخارجيه الكيني للمغرب،
وتعلم باللي الرئيس ديال كينيا غوتو غادي يزور المغرب وغيكون ليه شي لقاء مع صاحب الجلاله. يعني اختراقات ماشي غير في افريقيا، في غرب افريقيا، بل حتى في شرق افريقيا. وغادي نشوفوا على العكس كما بديتي الحوار ديالك السي ابي طالب، كنشوفوا مشاكل كبيره كتورط الجزائر راسها فيها، يعني بواحد الطريقه غريبه. يعني راك هضرتي على العلاقات مع مالي، شنو العلاقات مع النيجر، معامله الافارقه بشكل غريب، انه دوله كتقول لك تريد منافسه المغرب في افريقيا وكتعامل الافارقه بداك الشكل. انا صراحه غريب، بلا ما نهضروا على المشكل مع الامارات اللي غادي دابا وكيدخل شي يعني واحد التطور سلبي غريب، وهذا طبيعه الحال جيد للمغرب. ملي هضرت يا اخي ابي طالب على قضيه الصحراء واللي كيبت فيها غيب تبت فيها الامم المتحده ومجلس الامن هذه الايام هذه، انا كنتسائل دابا شنو غادي يكون الموقف ديال الجزائر بما انه عضو غير دائم في مجلس الامن، واش هذا في صالحها ولا ضدها؟ لانك انت الناس غادي يشوفوك، هذوك القوى اصحاب المقعد الدائم غادي يشوفوك تما كيفاش كتصرف، واش انت عضو مهتم، عضو ملاحظ، ولا عندك فعلا شي مصلحه تما؟